نتحول الآن إلى المنطقة الوسطى تحديدا في ديار البلح من أمام مستشفى شهداء الأقصى. تنضم إلينا مراسلتنا ناهد أبو هربيد. أهلا بك ناهد في هذه النشرة وهذه الفترة الإخبارية التي نتابع فيها أبرز التطورات الخاصة بالمشهد الميداني في على الأقل في المنطقة الوسطى. المشهد مأساوي ومؤلم في شمال قطاع. استمعنا لعلك استمعتي إلى ما مداخلة الصحفي يحيى المدهون وكيف تبدو صورة الأوضاع هناك. ماذا عن المنطقة الوسطى التي تتعرض هي الأخرى أيضا إلى حرب وقصف مكثف في مخيم النصيرات والمناطق الأخرى؟ نعم، مرحبا بك بلال. يعني الأوضاع لا تقل تصعيدا ودموية عن المناطق الشمالية من قطاع غزة، أسوة في المناطق هنا في المنطقة الوسطى. 41 شهيدا تم تشييعهم منذ صباح هذا اليوم من مستشفى العودة الصحي اللاحكومي غرب مخيم النصيرات جراء استمرار سلسلة الاستهدافات والغارات الجوية والقصف المدفعي العنيف في مخيم النصيرات وتحديدا في المخيم الجديد. هذا المخيم الذي يشهد منذ أمس قصفا مدفعيا عنيفا وجويا وقصف من طائرات الاستطلاع الإسرائيلي وكذلك الطائرات المسيرة والتي تعرف بطائرات الكواد كابتر. القوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت منذ فجر هذا اليوم بعد توغل منذ منتصف الليلة الماضية في مخيم النصيرات وتحديدا في المخيم الجديد. توغلت عدد من آليات الاحتلال الإسرائيلي مدعمة بجرافات الاحتلال، كذلك مصاحبة لها الطيران المروحي العنيف أيضا برفقة الطائرات المسيرة والتي تعرف بطائرات الكواد كابتر. مكثت منذ صباح هذا اليوم ولكن عادت تموضعها وتراجعها عند منطقة محور نتسارين بعد أن قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق عدة صواريخ وعدة غارات سقطت على عدة منازل في المخيم الجديد. أولى هذه الغارات كانت على منزل يعود لعائلة نوفل، ارتقى 5 شهداء جراء هذا الاستهداف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي بعدة صواريخ أطلقت من طائرات F-16 على هذا المنزل دون تحذير أو إنذار، مما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء من عائلة نوفل. بعد ذلك قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منزل عائلة العصار والذي أدى إلى ارتقاء حتى هذه اللحظة 11 شهيدا من ذات العائلة، ولا زال أعداد كبيرة من المفقودين تحت ركام هذا المنزل الذي تم استهدافه كذلك أيضا دون تحذير أو إنذار. سلسلة الغارات والاستهدافات الإسرائيلية امتدت على عدة منازل في ذات المخيم. هذه المنازل كانت مخلاة تماما ولكن ارتقى عدد من أصحاب المنازل المجاورة للمنازل التي تم قصفها. قبل قليل أيضا أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بطائرات استطلاع على مجموعة من المواطنين في منتصف مخيم النصيرات وتحديدا عند منطقة الهايبر مول، أدى إلى ارتقاء 3 شهداء بعد استهدافهم من طائرة استطلاع إسرائيلية. كما ذكرنا منذ صباح هذا اليوم مستشفى العودة الصحي اللاحكومي المتواجد في المناطق الغربية من مخيم النصيرات تم تشييع جثامين 41 شهيدا منذ صباح هذا اليوم، وخلال 48 ساعة أكثر من 60 شهيدا جراء استمرار سلسلة الغارات والاستهدافات العنيفة والكثيفة في كافة أنحاء المخيم الجديد فقط لا غير. نعم. المخيم الجديد هذا الذي تتركز فيه وتيرة القصف الإسرائيلي، علاوة عن النزوح الكبير الذي يشهده هذا المخيم جراء تطاير هذا ما أردت أن أسألك عليه ناهد. مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، حركة النزوح التي نتجت عن هذا القصف يعني الشديد والاستهدافات المتكررة، أين اتجهت العوائل؟ أين اتجهت العوائل؟ لا يوجد يعني لا توجد أماكن آمنة في القطاع، أين اتجهت هذه العوائل؟ هل توفرت لديك أي معلومات؟ نعم. ليش أنت بتمشي من صلاح الدين؟ للأسف للأسف الشديد يعني بلال، يعني حتى المناطق التي يلجأ إليها المواطنون والنازحون في كافة المنطقة الوسطى وفي كافة مناطق قطاع غزة يهربون من مكان يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنه مكان آمن، يذهبون إلى مكان يقولون أنه آمن ولكن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بملاحقتهم بالصواريخ والقنص والقتل والقصف. يعني حتى لا يوجد مكان آمن، الشارع هو الملاذ الوحيد الآمن الذي أصبح لدى العائلات الفلسطينية النازحة من كافة أنحاء قطاع غزة
غزة، ولكن الآن كما شاهدنا العائلات تقدر بالمئات تنزح من المخيم الجديد نظرا لكثافة القصف المدفعي العنيف وكثافة القذائف المدفعية التي تتساقط على خيام النازحين وعلى منازل النازحين وعلى المناطق بشكل عشوائي، مما أدب حالة من الخوف والرعب في صفوف النازحين وكذلك سكان مخيم المغازي. بطبيعة الحال من المعروف أن مخيم المغازي هو أكبر المخيمات في المنطقة، بينما تحدث كبيرة من النازحين والمواطنين أصلا. ناهد، بينما تحدث معك الآن هناك وسائل إسرائيلية تقول بأنه جيش الإسرائيلي يوسع هجومه على جباليا شمال قطاع غزة، وهناك توسيع في العمليات وإرسال فرق عسكرية أخرى لتعزيز القوات العسكرية المتواجدة في قرب جباليا. تفضل أكملي. نعم، يعني بطبيعة الحال يعني بلال، الاحتلال الإسرائيلي لا يكاد يتوقف عن عملياته العسكرية المتواصلة والمستمرة في كافة أنحاء قطاع غزة. يعني الحشودات الإسرائيلية بآليات الاحتلال الإسرائيلي التي شوهدت من قبل شهود العيان على المناطق الشرقية لمخيم البريش وتحديدا عند أطراف بلوك 12 يشي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينوي النية بقيام بعملية عسكرية برية في شرق المخيم، ولكن تقدم آليات الاحتلال الإسرائيلي على النقيض الآخر من المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وتحديدا عند منطقة المخيم الجديد، تقدم ملحوظ بات لآليات الاحتلال الإسرائيلي تتراجع وتتموضع، تقوم بتجريف وتقوم بتدمير. يعني الاحتلال الإسرائيلي يصول ويجول في قطاع غزة كيفما يشاء، ولكن الخطر يكمن أن الاحتلال الإسرائيلي قد ينوي النية المبيتة باتت فعليا واضحة لدى السكان هنا في المنطقة الوسطى، وخاصة سكان المناطق الشرقية من مخيم البريش وأيضا المناطق الشمالية من مخيم النصيرات، باتوا يتيقنون بأن في أي لحظة قد يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعملية برية عبر اجتياح للمناطق الشمالية لمخيم النصيرات وكذلك المخيم الجديد الذي من المتوقع أن تدخله آليات الاحتلال الإسرائيلي وتتمركز فيه كما حدث الليلة الماضية، ولكن تراجعت وتموضعت عند منطقة محور نتسارين. بالأمس شاهد بعض الزملاء الصحفيين عندما قاموا بتوثيق إحدى المجازر التي ارتكبت بحق العائلات الفلسطينية، عائلة أبو خضرة والتي راح ضحيتها 22 شهيدا، وعندما كان الزملاء الصحفيون يقومون بتغطية وتصوير وتوثيق المجزرة خرجت أمامهم جرافات الاحتلال الإسرائيلي وآليات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت تختبئ بسوات الرملية، وفاجأت هؤلاء الزملاء، ولولا عناية الله لارتقى معظم الزملاء الصحفيون الذين كانوا يوثقون ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي المجازر بحق العائلات الفلسطينية، وأطلقت النيران عليهم بشكل مباشر، ولكن لا إصابات في صفوف الزملاء الصحفيين بحمد الله. الجميع هنا في المنطقة الوسطى يترقب وينتظر القيام الاحتلال الإسرائيلي بأي عملية متوقعة ومنتظرة في المنطقة الوسطى وتحديدا في المناطق الشرقية من مخيم البريش وكذلك المناطق الشمالية من مخيم النصيرات. نهد، في ضوء ما تحدث بها نسكو، في ضوء تقرير المعلومات التي جاءت في تقريرها عن الاستهدافات التي تطال الصحفيين في مناطق الصراع والنزاع ومناطق الحروب، أنتم في قطاع غزة وتحديدا في مكان عملك في المنطقة الوسطى، هل هناك تواصل بينكم وبين منظمات صحفية عالمية؟ هل هناك صحفي يعني مراكز صحفية أو منظمات تواصلت معكم من أجل يعني الوقوف على متطلباتكم، الحديث معكم حول هذه الاستهدافات المتعمدة من قبل الاحتلال؟ يعني فيما يتعلق بلال في الاستهدافات المتواصلة والمباشرة بحق الزملاء الصحفيون، أنت تعلم أن الحصيلة حتى هذه اللحظة الحصيلة الغير نهائية للزملاء الصحفيين الذين ارتقوا شهداء جراء استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي 186 شهيدا وزميلا صحفيا ارتقوا جراء استهدافهم المباشر من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي. بالأمس ودعنا زميلين صحفيين ارتقيا جراء استهداف
فيهما في مدينة غزة بعد توثيقهما جرائم الاحتلال الإسرائيلي. المنظمات التي تدعي الحماية الصحفية للزملاء الصحفيون واقعيا فعليا تقوم بالتواصل معنا كزملاء صحفيين فقط لتلبية للنظر في احتياجاتنا، في مطالبنا، في ماذا يريد الصحفي الفلسطيني خلال تغطيته الإعلامية على مدار عام كامل من الحرب، الإبادة المتواصلة على قطاع غزة. ولكن واقعيا هل يوجد حماية لهؤلاء الزملاء الصحفيين أو لنا كنحن زملاء صحفيين؟ ماذا ستفيد لنا هذه السترة أو هذه البزة أو هذه الخوذة التي نرتديها والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة بحق الزملاء الصحفيين كما حدث مع الزميل يحيى إسماعيل الغول الذي تم استهدافه وهو يرتدي الخوذة الصحفية وتم قتله وقنصه، وأسوة بباقي الزملاء الصحفيون الذين أبيدوا واعتقلوا وقتلوا وأصيبوا حتى هذه اللحظة. زملاء صحفيين ينتظرون الآن السماح الاحتلال الإسرائيلي بالسماح لهم للسفر بالخارج، يمنع الاحتلال الإسرائيلي سفرهم، وأوضاعهم الصحية تتفاقم وتزداد تصعيدا خطيرا من الناحية الصحية. يعني على سبيل المثال الزميل الصحفي علي العطار والذي أصيب بشظيتين في رأسه يعاني الآن من غيبوبة كاملة وتامة. هذا الشاب الذي فقد مستقبله وفقد حياته بسبب تعطيل الاحتلال الإسرائيلي إمكانية سفره وإنقاذ حياة هذا الزميل الصحفي. كذلك زميل فادي الوحيد الذي بات يعاني من شلل رباعي وليس نصفي. نعم. هذا الشاب فقد مستقبله لأنه كان يفضح جرائم الاحتلال. نعم نهاد. ما تمارسه إسرائيل ضد الصحفيين لا يوجد حماية يترجم ويكشف الضعف الحقيقي والضعف الواضح جدا لكل الدول والمواقف الدولية حتى على صعيد الأمم المتحدة. على كل حال سنتواصل معك في تغطيتنا اللاحقة. شكرا لك نهاد أبو هربيد مراسلتنا من دير البلح من أمام مستشفى شهداء الأقصى. شكرا جزيلا لك.